حادثة مروحية الرئيس الإيراني التي فقد الاتصال بها في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، وتجري فرق البحث والإنقاذ عملية بحث مكثفة أملا في العثور عليها. هذا ونقلت وكالة إيرنا أن نطاق البحث عن مروحية الرئيس أخذ في التناقص ووصل إلى منطقة نصف قطرها 2 كيلومتر. أعلن نائب رئيس الهلال الأحمر الإيراني محمد كوبادي مساء اليوم أن فرق البحث والإنقاذ تبعد مسافة 3 ساعات عن إحدى النقاط التي يحتمل أنها موقع لحادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. وأكد قائد في الجيش الإيراني أن الظروف الجوية صعبة جدا في منطقة الحادث وأن الأمطار في المنطقة تحولت إلى ثلوج. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدخول مسيرة تركية من طراز أكينجي أجواء البلاد للمساعدة في عملية البحث عن مروحية الرئيس رئيسي.